2008 يا استاذ وائل، وانا كنت نائب مستقل لايام البرلمان، ف 2008 تقدمت بقانون وسميته تجريم الفتوى لغير المختص. لغير المختص، اذا الفتوى، وحطيت حتى في الشرح بتاعها وقلت احنا ده انتحال صفه، واحنا النهارده لما يكون واحد بينتحل صفه مهندس وهو مش مهندس وابن عماره وتتهدب نسجنه، لو مات ناس بيتحاسب، دكتور مش دكتور، ضابط مش ضابط، انتحال الصفه. اذا هناك صفه تم انتحالها وهي صفه المفتي. المفتي انا ما بتكلمش على اجتهاد، انا مش بتكلم على دراسات، انا بتكلم على الافتاء. لما يسال مالك في جلسة واحدة يا أستاذ مالك، ولا يفتى ومالك في المدينة، ما لما يسأل مالك في جلسة واحدة أكتر من 60 سؤال، يجي يقول أنا مش عارف لا أعلم في 54 ولا 55 سؤال منهم، إذن الأمر جلل. الفتوى ليست لأي إنسان، الفتوى لها مختص، الفتوى لها دراستها، الفتوى حتى ممكن تكون عندك دكتوراه من الأزهر ولكن لا تصلح للفتوى. ممكن، وممكن تكون مش خريج الأزهر ودرست وتصلح. مين اللي يقرر؟ الهيئة العليا لعلماء مصر، فيها الأزهر، فيها العليا للمسلمين، بيجتمعوا بيعملوا اختبارات يا أستاذ وائل. أنا هديك مثل بسيط خالص. النهاردة أعظم سائق سيارات في العالم هو واحد ألماني اسمه شوماخر. هل شوماخر اللي هو أعظم سائق سيارات في العالم لما يحب يروح يطلع رخصة سواقة عادية هيعمل امتحان ولا لا؟ هيعمل امتحان، مش هيقول أنا أعظم سواق في العالم وأنا عندي العلم. إذن أنا بقول زي ما الطبيب بيعمل امتحان عشان يتخرج ونستأمنه على أجساد البشر، أنا عايز نفس الشيء يحصل. يعني الفتوى برخصة، عشان نستأمنه على روح البشر، الروح يا أستاذ وائل، روح الإنسان. يعني أنا لما دي، وخلي بالك أنا حاطط فيه في هذا القانون عقاب يا أستاذ وائل مماثل للفتوى. يعني إيه؟ يعني سيادتك أفتيت فتوى وواحد في الشارع أخذ فتوتك وقتل واحد، أنت شريك ومحرض وعليك نفس عقاب من قام بالعمل الإجرامي. طب واحد خد فتوى وطلق زوجته بمجابهة يا أستاذ وائل، أنت النهاردة بتتكلم على خراب بيوت يا أستاذ وائل، أنا بكلمك على خراب أمة كاملة. طيب. يا أستاذ وائل، لا أنا بقصد ما الشعب ما بتاعنا تعليمه على قده يا أستاذ وائل. أي حد يا أستاذ وائل بيقرأ كتابين النهاردة يا أستاذ وائل، مع التعليم البسيط لأهلينا، مع حبنا للدين، بيسمعوا له يا أستاذ وائل. طيب أنت بدل ده شيخ مظهر، عشان أقول يعني هنا مفتي الديار المصرية.